السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وطبعا يا شباب اليوم مقطعنا شرح تحديات السيزون السادس الأسبوع الثاني، بس قبل نبلش المقطع أتمنى من كل شخص يشوف المقطع ومش مشترك بالقناة أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس حتى نوصل 200 ألف مشترك، ويلا نبلش يا شباب. وقبل ما نبلش يا شباب جايبين لكم بالوصف رابط قناه لقناه زورو جيمر. طبعا يا شباب هذا الشخص ينزل كل شيء عن طور الزومبي ويعلم المشتركين كيف يجيبوا في بوكس اكثر وشو المهمات اللي تربحهم في بوكس، تمام؟ ويشرح كل شيء. والحلو بالموضوع يا شباب انه كل فتره يسوي جيف اوي، وقبل يومين او ثلاث سوى سحب لثلاث اشخاص على ثلاث بطاقات 50، يعني 150 ستور، تمام؟ وكل فتره هو يسوي جيف اوي، فاذا انت كنت حاب جد انك تفوز بجيف اوي عنده اشترك بقناته، لانه كل فتره راح يسوي جيف اوي وممكن تفوز انت باي واحده منهم، تمام؟ ومثل ما تعرف انه طور الزومبي قريبا راح يصير مجانا، يعني راح تستفيد من قناته لانه راح يعلمك كيف تسوي الاسلحه وعلمك كل شيء موجود بقناته، كل سلاح كيف تسويه، كيف تصنع اسلحه، كل شيء، تمام؟ وبس شباب فاتمنى من كل شخص كافو فيكم انه يوقف مقطعي ويدخل على الرابط ويشترك بقناته، ولما يخلص اكتب لي تم بالتعليقات عشان اعرف مين الناس الكفو واعرف انكم ما تقصروا. ونبلش بالتحديات يا شباب. اول تحدي مطلوب منك انك تزور سبع اماكن فاسده. طبعا شباب هم سبعه بالخريطه، مطلوب منك انك تزورهم. طبعا هم الاماكن اللي عليهم رمز، تمام، او احرف. طبعا الشرط نفس الجيم عادي باكثر من جيم، لو كل جيم زرت واحده عادي، المهم انك تزور سبعه. التحدي الثاني مطلوب منك انك تستخدم الشادو ستون بثلاث جيمات مختلفه. طبعا شباب الشادو ستون اللي هي الحجر اللي يخليك تختفي، تمام، مثل ما تشوفوا قدامكم، مطلوب منك تستخدم واحدة بكل جيم. يعني هم ثلاث جيمات بدك اياهم، ثلاث جيمات مختلفة، كل جيم خذ واحدة واطلع من الجيم، ورد فوت جيم ثاني وخذ الثانية، ورد اطلع من الجيم وادخل جيم ثالث وخذ الثالثة. لو حاولت تاخذهم ثلاثة بجيم واحد ما راح تنحسب لك الا واحدة، تمام؟ فيعني كل واحدة بجيم خذهم، مطلوب منك ثلاث جيمات. التحدي الثالث مطلوب منك انك تدمج 200 دمج بالستاندر اسوت رايفل اللي هم الاسلحة العادية مثل الام 16 مثل السكار، تمام؟ طبعا شباب المشكلة انه المرحلة الثانية والثالثة هذه ممكن تتغير، مش اكيدات. انا حاليا عارف ايش هي المرحلة الثانية والثالثة، بس اقول لكم ممكن تتغير، فاذا تغيرت شباب راح اكون عامل تعليق مثبت للمقطع، وهذا التعليق راح يكون عبارة عن تصحيح للاغلاط اذا كان في اي غلط بالتحديات، فشيكوا على التعليق، تمام؟ فالمرحلة الثانية راح تكون انك تدمج 200 دمج باسلحة البيرست اللي تشوفوها قدامكم. طبعا المرحلة الثانية مش اكيدة، ممكن تتغير، اقول لكم من هسه، تمام؟ والمرحلة الثالثة انك تدمج 200 دمج باسلحة السكار الكاتم، السكار الكاتم، تمام؟ يعني صاروا ثلاث مراحل، هذه أول مرحلة بهذول السلاحين، وهذه ثاني مرحلة، وهذه ثالث مرحلة، ومثل ما قلت لكم ثاني مرحلة وثالث مرحلة مش أكيدات، فإذا تغيروا شيكوا على التعليق المثبت لأني راح أحط الحل. والتحدي الرابع مطلوب منك انك تذبح شخص على مسافة بعد 50 متر، بدك تذبح واحد من بعد 50 متر، طبعا سهل، تمسك سكار أو تمسك سنايبر وانت داخل طور 50 ب 50 وتبلش تجلد بالناس من بعيد. المهم لازم انت تكون عامل له نوك داون او انت اللي باطحه، وبعد ما تعمل له نوك داون لازم انت اللي تفنشه، مش تشوف واحد مبطوح تروح تفنشه، ما راح ينحسب لك، تمام؟ التحدي الخامس مطلوب منك انك تدمج 500 دمج باسلحه البيستول او المسدسات الموجودات باللعبه. هذه هم المسدسات شباب الاربعه، تخلص فيهم التحدي مثل ما تشوفهم قدامكم، باي سلاح تقدر تسوي فيه التحدي وتدمج 500 دمج وتخلص التحدي الخامس. والتحدي السادس مطلوب منك انك تذبح او تفنش ثلاثة باسلحة الاس ام جي. هذا هم شباب اسلحة الاس ام جي المتوفرات باللعبة، طبعا تقدر تعملهم نوك داون او تبطحهم باي سلاح ثاني مثلا شاتجن رشاش، اهم شيء انك تفنشهم هذه الاسلحة، اهم شيء تفنشهم باسلحة الاس ام جي. التحدي السابع والاخير كمان شباب مراحل، اول مرحلة انك تدمج 200 دمج بالهانتنج رايفل، هذا هو الهانتنج رايفل شباب دمج فيه 200 دمج. طبعا المرحلة الثانية والثالثة ممكن يتغيروا مثل ما قلت لكم، فشيكوا على الطريق المثبت. طبعا شباب المرحلة الثانية راح تكون انك تدمج 200 دمج بهذا السلاح البولت اكشن، طبعا مش اكيد. والمرحلة الثالثة انك تدمج 200 دمج بالهيفي سنايبر، وبرضه مش اكيد. الشيء الاكيد هو المرحلة الاولى الهانتنج رايفل، والمرحلة الثانية مش اكيد اللي هي البولت اكشن، والمرحلة الثالثة مش اكيدة اللي هي الهيفي سنايبر. طبعا شباب اذا كان في اي غلط بالمراحل شيكوا على التعليق المثبت، لاني راح اكون حاط بالتعليق المثبت حل للمراحل، واكون حاط لكم المراحل الصح، تمام؟ لانه شباب هذا الموضوع مش بايدي، الشركه باي لحظه بتغير تحدي
والشركة بأي لحظة بتغير مرحلة، تمام؟ فأنا حكيت لكم هسه المراحل حسب التوقعات، الثلاث مراحل حسب التوقعات. وبس شباب، هسه راح أترككم على مقطع سكواد، ويلا مشاهدة ممتعة. Thank you.
Oh.